نقول الكلام النظري اللي هنقارنه بالكلام العملي، وهي خصائص الجرائم الإلكترونية. لو أنت بتكتب اكتب ورايا رقم واحد: سهولة ارتكاب الجرائم ومحاولة تفادي الرقابة الأمنية. سهولة ارتكاب الجريمة، هو هنا كل اللي محتاجه جهاز كمبيوتر ويكون متوصل بالإنترنت وعنده بعض البرامج المستخدمة في القيام بهذه الايه الجريمة. وهو بيظن ان هو عشان اكثر علما من الجهات الامنية ان هو هيقدر يتفادى هذه الرقابة، او بسبل معينة وبطرق معينة هيقدر يبعد الشبهة عنه، وده هنتكلم فيه بعد كده. طب اتنين، الخاصية التانية: عدم القدرة على تحديد حجم الضرر الناجم منها. ما تقدرش تحدد لي الضرر اللي هيجي من الجريمة دي قد ايه. عارف ليه؟ لان الجريمة الالكترونية تتنوع بتنوع مرتكبيها. ممكن يكون مرتكب الجريمة ده واحد شاف فيديو على اليوتيوب ودخل طبقه في حد غلبان، يعني سرق منه اي حاجة، الاكاونت بتاعه قفله له، خد الصور اللي عنده، مش عارف ايه. ويكاد يكون المجرم اللي قام بالعملية دي محترف ودارس وله القدرة ويستطيع أن يخترق أنظمة مش بس تليفون سيادتك. فعدم القدرة على تحديد الضرر الناجم منه. ثلاثة من خصائص الجريمة الإلكترونية: صعوبة التنبؤ بالمشتبه بهم. صعب جدا أن أنا أتنبأ بالمشتبه به. ليه؟ لأنه يمتلك المهارة على إخفاء هويته. يمتلك المهارة على إخفاء هويته إزاي؟ في بعض البرامج VPN وتغيير الاي بي ادريس والكلام ده، يقدر تكون انت بتشك في ان المكان ده معمول من دولة وهو يكون في دولة تانية خالص، بس باستخدام بعض البرامج قدر يغير المكان اللي هو قاعد فيه، قدر يغير الوقت اللي بيرتكب فيه الجريمة وهكذا. اهم خاصية، وهي أن هذه الجرائم جرائم عابرة للحدود. جرائم إيه؟ عابرة للحدود. يعني إيه عابرة للحدود؟ يعني تلاشت الحدود المكانية والزمنية في ارتكاب مثل هذه. طب المكانية عرفناها إن أنت في دولة والمجني عليه في دولة وفي حدود إقليمية. طب الحدود الزمنية إيه؟ ان انت ممكن تكون في دولة بالنهار دلوقتي وبترتكب جريمة في دولة الوقت عندها بالليل، صح؟ فهنا في اختلاف في الزمن واختلاف اختراق الحدود الجغرافية والإقليمية لكل دولة. يعني يكاد يكون جاني موجود في بلد والمجني عليه ابعد عنه 9 ساعات بالطيارة ويرتكب جريمة ضده. فدي من اهم الخصائص اللي انت لازم تركز فيها لأكتر من سبب، مش عشان هي خاصية حلوة، لا، عشان هي هتقدم لك كرجل قانون باحث في المجال القانوني بعض الإشكاليات التي تبني عليها عمل بحث، رسالة ماجستير، رسالة دكتوراه وخلافه.